أماليا، عارفة بلي الكلام اللي غادي نقولو ليك غادي يكون قاسي وصعيب بزاف تقبليه. شنو كاين؟ شخنتي ليا بهالي ديانا؟ ما كانش خاصني قبل نخدم مع كاتالينا بمرة. شنو اللي وقع؟ شنو دارت ليك هذيك الحقيرة؟ دارت معايا داكشي اللي كديرو مع كلشي، استغلتني ولات كتجيب لي الهدايا وتقول لي اسرارها، ومن بعد خلاتني نثق باللي انا وياها ولينا صحابات بالصح. ومن بعد ما ثقت فيها وارتحيت ليها وقبلت منها كلشي بدات كتبززك وتهدك ياك. والأسوأ من هادشي انا وليت بحال الخاتم في يديها. كاتالينا خلاتني ندير شي حوايج خايبين وكلهم في مصلحتها. حوايج بحال اش هادي؟ انا ما فهمتش. فاش مشيت نزورك في دار مدام بروميلا، كاتالينا كانت حاسه باللي كنعرفك فين كاينه ودارت ليا فخ. يلا دوي قولي لي فين غدا. دوي فين كاينه اماليا؟ كنترجاك لنا، كنترجاك ما تعاديهاش، كنترجاك ما ديريها. ديانا راني في الاخير غادي نعرف فين اماليا مخبيه، وهاد اللحظه هي اللي خاصك تقري فيها مع مندي. عافاك كنترجاك. الا ما كناش شايقين في بعضياتنا انا ما غاديش نقدر نعاونك، وفي هاد الحاله غادي يعتقلوك بتهمه الخيانه. لا مستحيل، لا اسمعي ليا، قولي ليا فين مخبيه اماليا. ما كانش عندي اختيار اخر، كون ما قلتش ليها فين كاينه كانوا غادي يتهموني بتهمه الخيانه، وهي تعمدت دير هادشي. يعني صاحبتي المقربه هي اللي قالت لها فين كنت مخبيه؟ الجنود اللي كانوا غادي للدار ديال مدام بروميلا ما كانوش باغين يقولوا ليك باللي راه جاك العفو بمره، بالعكس كانوا باغين يقتلوني. إلا كانت سيلينا كتفتح ملفات قدام وكتحقق في قضية موت كونستانيو، هادشي اللي كدير عنده تفسير، كاين شي حد وراها وكيحرضها، وكنظن غتكون أماليا. واخا سيلينا كتعرض للخطر بزاف بحكم المنصب ديالها، وأماليا ما بقاش عندها حراس بما أنها برا القصر. علاش جلالتك ما تخليش هيلينيو يهنينا منهم بجوج؟ كنتمنى يوقع هادشي، ولكن ما نقدرش نديرو. احنا ما نقدروش نخاطرو دابا، ما بغيتش نخاطر بثقة الفونسو. كتظني باللي الملك الفونسو حتى هو كيحقق في الموضوع؟ ما عرفتش هالسيولة، ممكن يكون غير كيكذب. فراسي مليون فكرة والف احتمال، ممكن كذبوا ملي قالوا باللي تفرقوا، وخاصني نعرف شنو اللي كيوقع بالضبط. ما غاديش نسمح لشي حد يخدعني. كنت يائسة لدرجة كبيرة وما عارفة شنو ندير ولا كيفاش نتصرف، كنت محبوسة في القصر وما قدرش نخرج. كنترجاك أماليا حاولي تفهميني شوية، ألفونسو كان محبوس في سجن بيدريرا، والشخص الوحيد اللي تخيلت أنه ممكن يحميك ويعاونك كان بيرخيليو. ولكن انتي كتعرفي مزيان باللي بيرخيليو بالضبط ما كانش خاص يعرفني فين مخبية. كان خاصني نقول ليه ولا ما نقول والو تقدري تموتي. عرفتي شحال عانيت فاش كان معايا هذاك الحقير ديال بيرخيليو؟ ما كانش عندي اختيار.